بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة والتعليق على كتاب مختصر شعب الإيمان للإمام القزويني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 39 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر شعب الإيمان لأبي المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: 36 من شعب الإيمان تحريم قتل النفوس والجنايات عليها، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية. ذكر المصنف رحمه الله، قال: 36 من شعب الإيمان تحريم قتل النفس والجنايات عليها. في الحقيقة أن تحريم قتل النفس ليس هو من شعب الإيمان، وإنما هو حكم شرعي. وشعب الإيمان هي أفعال العباد التي يمتثلونها استجابة لأمر الله، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر والقراءة. فقتل النفس من شعب الكفر، وتحريم قتل النفس هو حكم الله. ولكن المقصود بهذه الترجمة هو التورع عن قتل النفوس. فالورع عن قتل النفوس، نعم، هو من شعب الإيمان، وهو أن يتجنب المسلم الوقوع في هذه الجريمة العظيمة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك الجنايات، وهي ما دون القتل، كقطع بعض الأعضاء أو أيضا الجراح التي تورث خروج الدم، فإن هذه من الجنايات المحرمة، وأوجب الشارع فيها القصاص. وهذه المسألة العظيمة، وهي تحريم قتل النفس، من أعظم المحرمات التي حرمها الله عز وجل، وهي الأصل في المحرمات. فإن الله حرم هذه النفوس المعصومة أن تنال بشيء، إما في الدماء أو الأعراض أو الأموال. ولهذا الضرورات الخمس مبناها على حفظ هذه النفس في دينها وفي مالها وفي سائر أحوالها. وذكر المصنف رحمه الله من جملة الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية استوجبت ثلاثة عقوبات لقتل النفس: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والثانية وغضب الله عليه، والثالثة ولعنه. وهذا دليل على عظم تحريم، على عظم قتل النفوس، وعلى عظم العقوبة التي أعدها الله عز وجل للاعتداء على النفوس. في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قولان للعلماء. القول الأول: متعمدا لإيمانه، يعني قتله لأنه مؤمن. قالوا: وبهذا تخرج الآية في أن جزاؤه جهنم خالدا فيها،
لأنه قتله لإيمانه، وإذا كان قتله لإيمانه هذا دليل على حرب الدين، وأن هذا محارب لدين الله، وبهذا يكون هذا الفعل كفر، لأنه إنما قتله لإيمانه. والقول الثاني وهو الصحيح أن معنى قوله متعمدا أي متعمدا لقتله، متعمدا لقتل هذا الرجل، ولا يستلزم هذا أن يقتله لإيمانه، لأن المسلم لا يقتل المسلم لإسلامه، ولكن هذا يحصل من الكفار الأصليين الذين يقاتلون المؤمنين لإيمانهم ولإسلامهم. أما المؤمن لا يوجد مؤمن ولو كان فاسقا ولو كان مفرطا في دينه يقتل مسلما لأنه مسلم، يقتل مؤمنا لأنه مؤمن يصلي، هذا لا يوجد في المؤمنين. في قوله تعالى فجزاؤه جهنم أيضا قولان للعلماء، القول الأول أن معنى جزاؤه أي جزاؤه قطعا، وهذا هو جزاؤه أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه يخلد في النار. والقول الثاني معنى جزاؤه أن هذا جزاؤه إن جزاه الله، أن هذا جزاؤه إن جزاه الله. وهناك فرق بين الإخبار عن الجزاء وبين الإخبار عن العقوبة التي هي دخول النار، ولهذا فهذه الآية ليس فيها إشكال، فهذا هو جزاء من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن هذا الجزاء دلت النصوص الأخرى على أن الرجل إن مات على الإسلام فإن الله لا يخلده في النار ولو كان قاتلا، لكنه قد يعذب في النار بقتله لهذا الذي قتله، ويكون هذا العذاب من العذاب الشديد، ومن أعظم ما يدخل به أهل التوحيد النار هو قتل النفوس المحرمة، فإن هذا أمر عظيم وإزهاق لنفس. ويعلم الناس أن قتل رجل واحد أنه بمثابة قتل قبيلة كقبيلة ربيعة ومضر، لأن هذا الرجل لو بقي لكان نسله قبيلة كاملة، كما هو شأن القبائل الآن أصولها ترجع إلى رجل واحد، وقتل النفس شيء عظيم، ولهذا لا يقدم على هذا إلا مخذول في دينه وفي عقله، مهما حصل بين المسلم وأخيه فإنه لا يعتدي عليه بالقتل ولا بالضرب الذي قد يورث أن يقتله. ثم اختلف العلماء في هذا القاتل هل له توبة أم لا، قولان للعلماء، أكثر العلماء على أنه إن تاب تاب الله عليه، ولكن يبقى حق المقتول. والقول الآخر وهو لابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لقاتل، أن من قتل رجلا فإن الله لا يقبل توبته، لأن هذا حق متعلق بآدمي، وقد جاء في الحديث في المسند وفي غيره الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يبالي به شيئا وهو الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق العباد، لأن هذه حقوق الناس، وقد ذكر العلماء أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، يعني المطالبة، كل يطالب بحق، فهذا يوم القيامة يقول ربي أعطني حقي من فلان، وقد جاء في الحديث أن الرجل يأتي وقد أمسك بقاتله بيده وأمسك برأسه يثعب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، يقف بين يدي الله يعطيه الله القدرة أن يمسك برأسه وبيد قاتله، فيأتي ممسك به يقوده إلى الله إلى أحكم الحاكمين يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، يقول قتلته من أجل المال، قتلته من أجل خصومة، قتلته من كذا، هل هذا يوجب قتل النفس؟
ثم أيضا اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فقيل إنها محكمة وقيل إنها منسوخة بقوله تعالى في الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصحيح أنها محكمة، لكن هذه الآية هي في الخبر عن الجزاء وليست في الخبر عن الدخول، دخول النار. وهذا مثل ما يقال الآن في الأنظمة أن من فعل كذا، من قطع الإشارة فعقوبته السجن، لكن ولي الأمر قد يعفو عن بعض ذوي الفضل أو بعض من له ظروف خاصة، مثل يعني رجل اضطر لحادث أو لإسعاف، فتأتي استدراكات في الأنظمة من أجل إما مصالح عامة أو من أجل يعني ذوي الفضل والشرف، وأنه تقال عثراتهم وزلاتهم. فإذا كان هذا موجود في الأنظمة فرب العالمين وهو أرحم الراحمين، فهناك استثناءات في الشرع، فهذا أصل العقوبة في عدل الله. لكن إذا جاء التوحيد في مقابل هذه الذنوب فإن التوحيد يرجح بكل هذه المعاصي، كما جاء في حديث صاحب البطاقة. نعم. قال رحمه الله: ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، الآيات. نعم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى أن قال: ولا تقتلوا أنفسكم. اختلف العلماء في معنى قوله لا تقتلوا أنفسكم، فقيل هذه الآية هي في تحريم قتل النفس، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار. وقيل لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فهذا فيه بيان أن المؤمن، أن نفس المؤمن كنفسك، فكأنهم نفس واحد. ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا قتلت المؤمن كأنما قتلت نفسك، وهذا هو الصحيح، لأن المؤمن هو معين لك على جهاد الكفار ومعين لك على أداء العبادات، فإذا قتلته كأنما قتلت نفسك. وذكر العلماء في هذه الآية كما ذكر ابن الجوزي فيها خمسة أقوال. القول الأول أنه على ظاهره، وأن الله حرم على العبد قتل نفسه. والقول الثاني معناه لا يقتل بعضكم بعضا. والثالث أن المعنى لا تكلفوا أنفسكم عملا يوجب قتل النفس. والرابع أن المعنى لا تغفلوا عن حظكم من الأعمال الصالحة، فمن أهمل نفسه كأنما قتل نفسه. والمعنى الخامس لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي. الصحيح أن معنى الآية لا تقتلوا أنفسكم تشمل قتل الرجل نفسه وهو الانتحار، وتشمل قتله لأخيه، فحرم الله عز وجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. نعم، هذا الحديث دليل على تحريم قتل المسلم لأخيه، بل أيضا فيه تحريم قتل الأنفس، ولكن الحديث في قتل المسلم. قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. السباب هو الشتم والأذية بالطعن في الرجل أو في عرضه مما يدخل في السب، وهذا ظاهر أنه من الفسق. وفي قوله قتال المسلم كفر، هذا اختلف العلماء في معنى الكفر هنا، فقيل هو الكفر الأكبر، ولأن المسلم إذا قتل المسلم إنما قتله لدينه، حملوا هذا على أنه يقتله لدينه، فيكون هذا محاربة للدين وهو كفر. والصحيح أن هذا كفر دون كفر،
وهو الكفر الأصغر. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الولي ولي القصاص أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه، يعني هذا القاتل إذا عفي له من أخيه، ولو أن القاتل خرج بالقتل من الإيمان ما قال الله عز وجل من أخيه. ومن الأدلة على أن قتل النفس لا يوجب الكفر وإنما هو كفر أصغر قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهما بالاقتتال والإيمان، فدل على أن القتال أنه لا يوجب الكفر. وإنما سمى قتال المسلم كفر لأنه أعظم من السب، فإذا ذكر الكفر مع السب وأريد به الأصغر منهما من الكفر والفسق فيكون الكفر أعظم من السب، وهذا هو الصحيح، فإن قتل المسلم أعظم من سبه وشتمه. قال رحمه الله: وحديثه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، وأيضا ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا دليل على عظم تحريم القتل. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هذا دليل على عظم تحريم القتل، لأنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال: وهذا الحديث لا يعارض الحديث الآخر: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. قال: فهذا هو في حق الله أول ما يحاسب عليه من الحقوق العبادات التي بين العبد وبين ربه الصلاة، لأنها أعظم الأعمال بعد النطق بالشهادتين، وأعظم ما أول ما يحاسب عليه من حقوق الناس القتل. وقد جمع هذا المعنى في حديث ذكره النسائي: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقد جاء في الحديث أن الرجل يأتي بالرجل بقاتله وقد أمسك برأسه بيد يثعب دما وبيد قاتله بيد أخرى ويقول: سل هذا فيما قتلني. خصومة عظيمة بين يدي رب العالمين، وهذا يستوجب الخوف الشديد من الاعتداء على المسلمين. ومن العقل والحكمة عدم تعاطي أسباب القتل، لأن كثير من الذين يقتلون كما تعلمون قد لا يقول، أو قد يقول كثير منهم: أنا ما أردت قتله، ولكن بسبب خصومة سبني أو شتمني أو فعل كذا وقابل السب مثله، فغضب هذا وغضب هذا ضربه هذا فاعتدى عليه. فالعاقل يتجنب أسباب الخصومة وأسباب النزاع، وكونه يتحمل كلمة بذيئة خير من أن يعتدى عليه بالضرب، وكونه يعتدى عليه بالضرب ويصبر خير من أن يقتل هذا الذي اعتدى عليه. فكون المسلم يتجنب هذه الأسباب، وإذا تعرض لجاهل وتعرض له جاهل عليه أن يكون حكيما عاقلا، لا يقابل السباب بمثلها ولا يقابل الضرب بمثله، بل يعفو ويصفح، وهذا له رفعة عند الله. وإن كان الناس يعدون هذا ذلة ويعدون هذا من الضعف، هذا عند الجهل والعوام، وأما عند أهل العلم والفضل
فيعدون هذا من الحلم، يعدونه من الحلم ويعدونه من الصبر الممدوح، لأن المسلم إذا اعتدي عليه فإنه إذا صبر فإن الله سينتصر له يوم القيامة، ولو اعتدي عليه بالقتل فإن الله سيقتص له من قاتله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة، يعني في سعة، وأنه مهما وقع في الذنوب فهو في سعة وفي رحمة، معه أصل الإيمان، معه الصلاة، معه العبادة، على خير، ما لم يصب دما حراما. وهذا دليل على أنه إن أصاب دما محرما أنه ليس في فسحة بل في ضيق، لكن لا يستشعر الناس هذا الأمر، فإن القاتل كما يحكي هذا بعض من اعتدى أنه يتعذب عذابا نفسيا لا يعلمه إلا الله. ولهذا يذكر أن الحجاج لما قتل سعيد بن جبير أنه كان يأتيه في المنام وفي قلق إلى أن لقي الله وهو يتألم لقتل سعيد بن جبير. ويذكر هذا بعض من اعتدى والعياذ بالله بالقتل أنه يجد ألما شديدا يكاد يقتل نفسه من شدة وقع هذا على نفسه، فإزهاق النفس ليس بالشيء السهل، ولهذا يجعل الله عقوبته في الدنيا بهذا الألم العظيم وهذا الندم العظيم الذي يقع فيه هؤلاء، فكيف لو أعقبه هذا القصاص وسجن وهو ينتظر القصاص، فإن هذا يعني ألمه أيضا أشد، ولربما من حيث العقل كان القصاص أهون من أن يلقى الله بقتل النفس المحرمة فتكون عقوبته عند الله أشد. هذا ما ورد في هذا الكتاب من النصوص في هذا الأمر، وينبغي أن يعرف أن قتل النفس أنه يتنوع، فهو ينقسم من حيث الصحة والبطلان إلى قسمين: إلى قتل صحيح وهو القتل بحق، وهو المذكور في الحديث في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق من الدين التارك للجماعة. فهؤلاء ثلاث أوجب الله عز وجل قتلهم، ولكن هذا القتل يكون من السلطان الثيب الزاني، وهو الزاني المحصن، وقتله يكون بالرجم. والنفس بالنفس أي من قتل نفسا فإنه يقتل بها، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال بعض المفسرين: كان العرب قبل نزول القرآن يقولون كلمة يدركون بها معنى هذه الآية، فكانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. كيف؟ يعني إذا قتلنا القاتل فإن هذا ينفي القتل في المستقبل، لأنهم عرفوا هذا، ولو ترك القاتل لقتل الناس، كلما غضب من رجل قتله، فلربما قتل الرجل 100 نفس، والناس لن يسكتوا ولن يقفوا موقف المتفرج من هذا، سيقتل هذا من أقارب ذلك المقتول، ثم تكون هناك فتن،
ويهلك الناس بعضهم بعضا، لكن إذا قتل القاتل فإن هذا أنفى للقتل. فهذه الجملة كان العرب في الجاهلية يقولونها، فجاء الإسلام بأعظم من هذه الكلمة، ما قال القتل أنفى للقتل، قال ولكم في القصاص حياة، ليس نفي للقتل حياة، أي أن هذه الحياة لا تستقيم إلا بالقصاص. ولهذا هذه البلاد لما من الله عليها بالأمن وبهذه الدولة التي أقامت حدود الله، تعلمون كيف أن الجريمة فيها تكاد تكون نادرة. ولهذا إذا وقعت هذه الجريمة والعياذ بالله كما هو معلوم، لا يمكن أن يرفع حكم القصاص أحد، حتى ولي الأمر، حتى الملك، ما عرف أن الملك أسقط القصاص عن شخص. فالدولة تعطي الحق القصاص لصاحبه، حتى إنه يتوسط الأمراء والوزراء والوجهاء، فإذا أصر صاحب القصاص على حقه ولو كان يعني عاملا ضعيفا، جاء ودخل هذه البلاد لعمل يعني لا يهتم الناس به وهو ضعيف، فسيأخذ حقه ولو كان من رجل وجيه من كبار المسؤولين. فارتفعت الجريمة وقلت بحمد الله، وأصبح الناس يوصي بعضهم بعضا، والآباء يوصون الأبناء، يقول الأب العاقل لابنه لو اعتدي عليك وضربت وطعنت فلا تفعل ما يفعل بك، حرصا على رقاب أبنائه. ولما عطلت الحدود في بعض البلدان، ترون تسمعون كيف أن الجرائم أنها منتشرة. تلك البلاد التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم، كنا في لندن في دورة علمية فتأخرنا في محاضرة ثم تعشينا وخرجنا في وقت منتصف الليل، وخرجت معنا سيارات كثيرة للحماية، فقلت لماذا؟ قالوا الوقت هذا يعني لا يوجد فيه أمن. قلت كيف؟ قالوا لو أن رجل نزل في الطريق وجاءه رجل وقتله، قال الدولة ليست مسؤولة عنه. كيف؟ قالوا لأنه نزل في وقت متأخر والدولة لا تحمي هؤلاء، فترى الطريق فارغ لا يكاد يمشي فيه إلا مضطر. فانظروا إلى تلك البلدان التي تدعي الحضارة وتدعي حقوق الإنسان، إذا خرج الرجل من الليل فلا يدري يرجع إلى أهله أم لا، بينما هذه البلاد بحمد الله يسير الرجل في الطريق في صحراء في بلاد مترامية الأطراف، يسير 1000 كيلو 1200 كيلو 1300 كيلو، وإذا جاءت الصلاة نزل توضأ وصلى الفجر في الطريق أو نام لا يخشى إلا الله. فهذه ثمرة إقامة الحدود، وإلا فهذا الأمن لا يمكن أن يوفره الجنود لو غرسوا في كل مكان، لكن القاتل يعلم أنه سيقتل. ولهذا كل عاقل جعل الله له عقلا يتجنب هذه الجريمة حتى لا يهلك نفسه بذهاب دينه وبذهاب نفسه بالقصاص. فإذا هذه الأمور الثلاث، وهي النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق من الدين تارك للجماعة. في الحديث الآخر في صحيح مسلم، من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. مثل دعاة الفتنة، يأتي رجل الآن داعي للفتنة يدعو للخروج، يؤلب الناس، بعض هؤلاء الفسق المجرمين يأتون ويحتمون ببلاد الكفر ويدعون الناس في هذه البلاد إلى الخروج، يدعونهم إلى عصيان ولاة الأمر. فهؤلاء حقهم القتل في كتاب الله وفي دين الله، لأن هؤلاء يفرقون جماعة المسلمين، يريدون من هذه الجماعة الآمنة وهذه البلاد الآمنة أن تكون كغيرها من البلدان التي تنتهب فيها الأموال وتزهق فيها الأنفس وتنتهك فيها الأعراض، والسعيد من وعظ بغيره. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يسمع كلام هؤلاء، مجرد سماع
لا يجوز أن تسمع كلامه، لأن الشيطان يغرس غرسه. فهؤلاء أهل الشبه وأهل الفتن لو أرادوا الخير لبقوا في بلاد المسلمين وناصحوا ولاة الأمر كما يفعل العلماء الناصحون. أما كونهم يحتمون بالكفار ويدعون الغير على الإسلام، هؤلاء لهم أغراض. وثبت الآن أن هناك استخبارات عالمية أنها وراء هؤلاء تعطيهم أموال وتستغلهم في تفريق جماعة المسلمين. فهذا التارك لدين المفارق للجماعة الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين حقه القتل، ولكن الذي يتولى هذا الإمام ولي الأمر. كذلك مما شرع الله قتله القتل في الحرب، كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا الكافر الحربي المقاتل فإنه يقتل في أرض المعركة، وأما إذا كان معاهدا أو كان مستأمنا فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه. النوع الثاني القتل بغير حق، وهذا هو القتل المحرم الذي حرمه الله عز وجل، ومنه قتل العمد وشبه العمد والخطأ. وتقدم في درس الكفارات ما يوجب الكفارات على هذه الأنواع. أما قتل العمد ففيه القصاص، وقتل شبه العمد على الصحيح أن فيه الكفارة، والقتل الخطأ فيه الكفارة بنص كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب القتل الفتن، وهذا باب عظيم ومرتع عظيم للشيطان في قتل النفوس المحرمة. فإذا اندلعت الفتن وخاض الناس فيها فإنه سيكثر القتل وستسفك الدماء. ولهذا جاءت النصوص بتحريم الخروج في الفتنة، وقد جاء في الحديث عن أبي بكرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذه فيها عبرة وموعظة، أن المسلم إذا خرج بسيفه، وفي معنى السيف الدبابة والرشاش والصاروخ والطائرة، إذا قام المسلم بتوجيه السلاح إلى بلد مسلم، إلى أخوانه المسلمين سواء أفرادا أو جماعات، وتقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني قتل فيستحق النار، فما بال المقتول؟ قتل هذا الرجل. قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني لو لم يقتل لقتل. وهذا دليل على أن الإنسان إذا أصر على معصية وما حال بينه وبينها إلا العجز فإنه يؤاخذ بذلك. وليس هذا معارض للحديث: إذا هم الرجل بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه كما قال العلماء: هم بها وتركها. فإذا هم بمعصية، هم بقرض ربوي، هم بالزنا، هم بشرب الخمر، ثم تذكر الوعيد فتركها لله تكتب له حسنة، لأنه تركها لله. لكن إن لم يحل بينه وبين القرض الربوي إلا أنه ما أقرض، ذهب إلى البنك وبذل الأسباب وما أعطي قرض، أراد أن يشتري الخمر بحث عنها ما وجدها فتركها عجزا، فهذا يؤاخذ بما أراد لأنه كان حريصا على المعصية. فهذا يوجب الخوف من الحرص على المعاصي، لأن من حرص على المعصية وحال بينه وبين العجز فإنه مؤاخذ بها. ولهذا هذا رجل مقتول والعياذ بالله، جمع له بين أن يقتل ويعاقب بالقتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي الحديث الآخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم.
القاعد في الفتنة خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل أحدكم بيته فليكن خير بني آدم، يعني أن لا يقتل، ولو أنه قتل فإن إثمه على من قتله. وهذا تحذير عظيم من الدخول في الفتن، وأن القاعد خير من القائم، القائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وبعض الناس يستشرف للفتن. إذا وجد قتال في بلد بعيد عنا خرج هؤلاء الشباب إلى تلك الفتنة. العقلاء يفرون من بلاد الفتن إلى بلاد الأمن، وهؤلاء يخرجون من بلاد الأمن إلى بلاد الفتن. مسلمون يتقاتلون كما يحصل الآن في الفتن التي تقع في بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. مسلمون يتقاتلون، مثل القتال في ليبيا، مثل القتال الآن أحيانا حتى في سوريا. فيأتي بعض الشباب ويدخلون في القتال، يخرج من هذه البلاد الآمنة ويصلي في المسجد آمن في خدمة والديه، ويخرج ويقتل في فتنة أو يقتل. فهذا من ضعف العقول ومن ضعف الدين، فإن هذا ليس بجهاد. القتال بين المسلمين ليس بجهاد. ولهذا لما اندلعت الفتنة والقتال بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل وصفين، لم يشارك في هذه المعارك إلا 4 من أهل بدر. أهل بدر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء الذين شاركوا رأوا أن الحق مع من قاتلوا معهم. فالشاهد أن هذه الفتن هي مرتع للقتل، فمن دخل فيها قتل أو قتل لن يسلم. ولهذا العاقل يتجنب هذه الفتنة. إذا كان كنت في بلد فاندلعت الفتنة وتقاتل المسلمون اخرج. لما وجد القتال بين الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص إلى العيس وخرج، وجاءه ابنه وقال يعني إن الناس فيما هم فيه وأنت هنا، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، واعتزل الفتنة. ثم قال كلمة حكمة، قال إنما مثلنا ومثل الناس كأناس يسيرون في طريق، فجاءت عجاجة تراب، قال فما أبصر الناس طريقهم فتوقفنا حتى ذهبت فسرنا. الذي يمشي في العجاج وفي التراب، الذي لا يقال الآن بتعبير العصر لا يرى الطريق بالعين المجردة، ما تبصر أمامك، عجاجة لا ترى أمام السيارة أمام موطن القدم. فالحكمة هنا أن تقف، لأن لو مشى لقد ربما هلك ووقع في مهلكة. فهذا هو فعل سعد بن أبي وقاص وعامة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم اعتزلوا الفتن. والأحاديث في هذا كثيرة، وخاصة هذه الفتن التي توجد بسبب القتال، إما قتال بين المسلمين أو قتال لا قبل المسلمين به، مثل هؤلاء الذين يستثيرون اليهود وليس لديهم سلاح ولا قوة، ويفرح بعض الجهلة بهؤلاء يقول قتلنا اليهود. يقتل يهودي ويقتل 1000 من المسلمين، يدمر مبنى عند اليهود يدمر 1000 مبنى عند المسلمين. فهذه حرب ما أمر الله بها، ولكن العواطف تحرك هؤلاء. ولهذا في زمن المشايخ الكبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، لما قاتل هؤلاء اليهود يسمونهم أطفال الحجارة ويرشقونهم بالحجارة، أفتى العلماء بأنه لا يجوز لهؤلاء أن يقاتلوا، لأنه لا نكاية لهم بالعدو، وإنما يباغتونهم ويقتلون منهم، ثم تكون الوقيعة الشديدة على المسلمين أعظم مما فعلوا بالعدو. ولهذا ما شرع الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإنما شرع الجهاد في المدينة لما وجد الدولة ووجد الجهاد ووجد من يقاتل. ولكن مع هذا إذا فتك بالمسلمين من قبل أعدائهم فإنه يجب على من يستطيع نصرة المسلمين أن يناصرهم وأن يدعو لهم وأن يعينهم بحسب ما يستطيع وفق الضوابط الشرعية التي وضعها ولي الأمر في هذه البلاد وفي كل بلد من بلدان المسلمين. يجب على المسلمين
أن لا يفعلوا شيئا إلا بمرأة ومسمع من ولاة الأمر، فإنهم أهل غيرة على الدين وعلى دماء المسلمين، لا نتهمهم، فهم أغير على دين الله عز وجل من غيرهم. فتكون المساعدات وتكون الإعانات عن طريق القنوات الرسمية التي وضعها ولاة الأمر لهذا الأمر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.